تابعت وزارة الري موقف الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة التي تعرض لها عدد من محافظات الجمهورية. وصرحت الوزارة بأنها رفعت درجة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة بهدف متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وكذلك جاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ النقالة عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.